شكرا محمد، تقرير مميزة جدا، وزي ما انت قلت احنا معانا فقرة مميزة جدا وبشكل كبير في لعبة من الألعاب يعني في الرياضة المصرية ماشية كده في سرب لوحده. ماشية في سرب لوحده ليه بقى؟ لأن انت لما تبص عليها في الخريطة المصرية ممكن ما تشوفهاش بالشكل الكبير في الانتشار أو في التواجد أو في بعض المتابعات، رغم ان بقى ليها قاعدة كبيرة جدا، لكن تعال بص عليها في الخريطة العالمية لا موجودة وبقوة من نشائرها لكبارها على منصات التتويج، من بناتها الجمال البطلات لرجالتها الجامدين، أبطال عالم أبطال عالم، حدث ولا حرج. محتكرين بقى التصنيف في الفترة اللي فاتت، وده اللي جد كنا شايفين اللعبة دي ماشية على التراك ورايحة في حتة، لكن مع الضيف الكبير اللي موجود معايا حطها في مكانها الطبيعي. مكانها الطبيعي لما تولى رئاسة الاتحاد واتنقلت اللعبة للتراك المظبوط، وفضلت ماشية على التراك وبتتطور وبقت مصر مشهورة كده. أنا زي ما بقول لكم بره والأوروبيين، لأن اللعبة دي عند الأوروبيين بشكل كبير جدا لها اهتمام خاص، وقريبا إن شاء الله هتندرج في الألعاب الأولمبية، وأعتقد كمان الاتحاد المصري يعني بيتكلم بشكل كبير، إحنا لو اللعبة دي دخلت أولمبيات هنروح في حتة تانية خالص، هنفرح قوي وهنهيص قوي. كمان ضيفي واحد من النجوم الكبار اللي كان بطل في لعبته وأدى بشكل كبير لولا الإصابة، لولا الإصابة اللي جات له في سن مبكر كده 17-18 سنة وهو يدوبك داخل على التراك، كان العلاج بقى ساعتها طبعا إيه يعني مش بالشكل المطلوب، ولعب كمان اللعبة دي في الجزيرة وفي الأهلي. ضيف النهاردة بنتكلم عن لعبة الاسكواش، بيتقال عليها لعبة الأمراء والأغنياء، لكن أنا شايف ضيف وأفكار كبيرة جدا. أستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد الاسكواش، مشرفني ومنورني. أهلا بيك، متشكر على المقدمة الجميلة. تستحق المقدمة، دل على السلامة بقى. إيه جايبينك من الساحل؟ أخبار الساحل إيه؟ جميل مية مية جميل. الجو بقى أجازة حلوة. أجازة حلوة، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنتم طيبين. مصر طيبة. طفرة كبيرة في الاسكواش، شايفين الاسكواش المصري دايما بيغرد، ولكن لما يغرد على التراك يبقى في احتكار للتصنيف والبطولات وتطور من افضل لافضل لافضل فوق توقعات المصريين، ومع ذلك لا تلقوا الاهتمام الكبير، لكن اسباب الطفره دي واننا نمشي في هذا الشكل الاحترافي الرائع على المستوى العالمي. والله انا يعني هبقى يعني بظلم ناس كتير لو قلت ان احنا عملنا اتحادنا اللي عمل الكلام ده، بس تمام، لانه انا بشوف انه احنا كمصريين بقى عندنا كأسرة الاسكواش عندنا يعني النو هاو بتاع كيفية صناعة بطل الاسكواش. انا افتكر وانا يعني من حوالي 20 سنة كان احمد برادة هو الحقيقة اللي له دور كبير قوي في انه يسحب الاجيال دي كلها ويخليها تحب الاسكواش. اسم حلو احمد برده، اسم جميل طبعا. احمد برده، عايز ابدا بتقرير يخصك الاول. أيوة. وهسيبك تتكلم براحتك، تيجي نشوف قوي تقرير سريع ونرجع نتواصل. عاصم خليفة، اسم لمع في عالم الاسكواش، هو رئيس الاتحاد المصري للاسكواش من مواليد 15 من إبريل عام 1953. نجح عاصم خليفة في تحقيق قفزات عالمية وغير مسبوقة في لعبة الاسكواش، حتى ذاتت مصر هي سيدة العالم في اللعبة. سيطر اتحاد خليفة على كل الألقاب العالمية، من ناشئين إلى شباب إلى كبار سيدات ورجال. بات الاسكواش المصري في عهده لعبة تحقق إنجازات بلا حدود.
قدم لنا عشرات الأبطال في كل مجال وفئة عمرية. معه أصبحت لعبة الإسكواش محط الأنظار من الجماهير والنقاد وكل العالم. الجميع ينتظر منه البطولات والألقاب ولا شيء غيرهم. الأهلي الليلة يستضيف عاصم خليفة ليتحدث عن عالمية الإسكواش وإنجازاته الرائعة وإسكواش الأهلي بجانب همومه ومشاكله. السيد العالم يا مصريين في الإسكواش والبداية والانطلاق من أحمد برادة. فأنا كنت بشوف أحمد برادة قدام عيني وهو طبعا بيلاقوله السبونسر بالعافية وبيلاقوله الملاعب يلعب فيها بالعافية وبيسافر بالعافية يعني عارف بقيت عارف صعوبات. شايف ولد موهبة ولكن بيلاقي صعوبات. فبقيت أفكر دايما أنا ما كنتش ليا محل من الإعراب ساعتها. أنا كنت تعرف أنا طول الوقت بشتغل في مؤسسة الأهرام ويعني مؤسسة الأهرام الحقيقة من المؤسسات كان لها دور كبير جدا في الإسكواش بأنها تعمل إسكواش طبعا أستاذ إبراهيم حجازي طبعا كان من أهم الناس اللي هم عملوا الإسكواش في مصر من البطولات اللي هو خلى الأهرام يعني تنظمها وحاجة ما نقدرش ننساها. ملعب زجاجي تحت الأهرامات والعالم كله يشوف حاجة يعني طبعا يعني حتى هذه اللحظة هي صورة الغلاف في أي مكان طبعا. فبقيت أما بشوف أحمد برادة بشوف بقول إيه طب إزاي ولد زي ده يعني لو بعد كده يبقى يتجنب هذه المصاعب اللي أحمد برادة شافها. أحمد برادة أدى دور كبير قوي إنه شد أجيال كتيرة زي كده محمد صلاح دلوقتي مثلا تمام غير أجيال كتيرة. فلما شد الأجيال دي ابتدى يبقى فيه مواهب موجودة. ليه؟ لأنه إحنا يعني ما تقدرش بقى إيه ما أقدرش أفسر لك قوي إن إحنا عندنا ميزة نسبية في لعب الإسكواش. يعني ما تعرفش المصريين لما بيلعبوا إسكواش كأنك بتتفرج على البرازيل وهي بتلعب كورة يعني كده على طول يعني. بالظبط. فما فيش حد يلعب زيهم يعني مع ان اللعبتين دول الكوره والسكواش انجلترا هي اللي طبعا ايه كان لها صاحبه الفضل فيها. واحد البرازيل خدت واحده واحنا خدنا واحده. قال لي كده واحد قال لي بص الانجليز دول عملوا بطوله ويمبلدون خدوا بطوله ويمبلدون في التنس لا عملوا كاس العالم في الـ في الـ في الـ في الكوره مره واحده. فهم الحقيقه مبدعين في لكن هم في الاخر ما بيوصلوش بال لا مش ده موضوعنا تمام لكن هي مفارقه مفارقه يعني من طرائف يعني. اللي حصل بقى بعد كده انه المواهب اللي جت لمصر بقى جت حقيقه مواهب لا حصر لها ما اقدرش اعد لك عمرو شبانه بقى وعمر بولوسي ومش عارف وكريم درويش يعني ولاد اجيال ذهبيه. من المراقبة سيدات برضو طبعا سيدات يزعلوا منك لا سيدات احنا عمرنا ما ننسى مثلا جهود الدكتورة سميحة المرحومة الدكتورة سميحة أبو المجد يعني رحمه. يعني هي من أكتر من شارك في تأسيس النشآت والسيدات. اللي عايز أقوله لك إيه إن احنا لما يبقى أنت مراقب للموضوع ده فأنت كده بتلاقي ايه بتلاقي ان انت تعرف ازاي تصنع بطل لان خلي بالك البطل السكواش صناعه مصريه صرفه يعني لا في مدرب اجنبي ولا في ولا خبرة ولا 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 خبرة ولا مش عارف ما هي الخلطه احنا عملنا خلطه للعبه احنا عملنا خلطه للعبه يعني انت خلي بالك لما تيجي تبص على مدربين الفيتنس اللي هم متخصصين في السكواش دلوقتي بقوا مدارس يعني بقوا ايه مدرب الفيتنس في العالم كله رقم واحد النهارده بقى الامريكي بس خلي بالك بقى ده اللي بيستخدمه في الكوره بتاع السكواش يعني. بتاع السكواش ده تعالى جيب واحد بتاع مصري مدرب فيتنس سكواش يقول لك كل اللي بيعمله بره ده غلط انا عندي تمرين تاني مع حق لان 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 هو مودي لعبه في حته تاني بس خلاص ما هو بالزبط. ما يبقى متسيد العالم يعرف يقول الجمله بالزبط. دي بالظبط بالظبط بس لا ما
ما فيش جري 400 متر، ما فيش جري مش عارف 100 متر، كلها بيجري 20 متر وبيجري 30 متر، يعني حاجات كلها برضو لما تبص عليه تلاقي عنده حق، عنده منظور وتخصص. التغذية، دكتور التغذية له وجهة نظر يقول لك انت عايز واحد يقدر يوصل بسرعة للبيك. يعني كل الصناعة المصرية دي خلتك في الاخر تعرف ازاي تصنع بطل سكواش مصري محدش يعرف يعمل زيه. لما يروح يكتب اسمه في الدرو العالمي يجي ولد صغير كده يقول لك يا انا عندي واحد مصري، يعني انا عندي أنا مشكلة كبيرة مقفولة. عندي مشكلة كبيرة جدا. عايز اقول لك بقى انه السياسة الممتدة والاستراتيجية الواضحة واستمرارية الهدف هي اللي خلتنا يعني رحنا لمستوى كده الحمد لله، يعني اللي انت شايفه دلوقتي حاجات كلها ادارات. انا لازم اشكر حضرتك كابتن عاصم انك بتشكر اللي قبلك وشايف انهم عملوا شغل، وشايف ان تتويج الشغل ده جه معاك ومع مجلسك ومع ادارتك، وشايف ان انتوا برضو بتكملوا وده حاجه تشكروا عليها. لكن عنوان دايما بيتحط، اللعبه دي مش مسمعه في مصر بالشكل الكبير، مقتصره على القاهره الكبرى، فيش محافظات، اصل الغلبان ما يقدرش يعملها، اصل العادي ما يقدرش يمارسها، هي لعبه الاثرياء. الجمله دي ايه وضعها؟ لا هو انا هفسرها لك بسهوله شديده. يعني انت لو انت عايز تلعب سكواش تمارس اللعبه انت مش محتاج الا مضرب عادي جدا وجزمه عاديه جدا وتخش تلعب. اما تلعب على سبيل الاحتراف وتبقى على سبيل يبقى انت موهبه، يبقى لازم تشتري بقى احذاء جيد جدا يخليك تجري مش عارف ازاي كويس، ومضرب يخليك تعمل ايه. كل ده برضه حتى على مستوى الاوفيشال يعني تكلفته برضه سهله. لا القصه دي بقى بتغلى معاك يعني ماشي. بتبقى يعني ساعتها بتبقى لعبه غاليه كويس. حط في اعتبارك بقى ان احنا ابطال الحقيقيين هم اولياء الامور. ايوه الاب والام والاسره اللي بيقف ورا اللعيب الصغير علشان خاطر عايزين ابنهم يطلع بطل، لانه شايفين في الملعب اللي جنبه في كريم درويش بيلعب، في عمرو شبانه بيلعب، في رنيم الوليلي بتلعب، في نور الشربيني بتلعب، فهو بيبص يقول لك انا شايف ابني وبنتي سهل يبقوا زي دول. بس ايه هو بقى كمان من 10 سنين شاف ابهاتهم وامهاتهم قاعدين نفس القعده، فهو ما بيستكترش انه يقعد، لا ده بيجيب الدروس يعملها في الملعب ويجيب الاكل ياكل في الملعب. التدريب بيبقى قد ايه يا كابتن؟ يعني تدريب البطل ده بيبقى قد ايه؟ بص لعبه السكواش البطل بيتمرن الصبح وبعد الظهر، والصبح يبقى فيتنس او بعد الظهر يبقى فيتنس، والعكس يلعب سكواش. لعبه السكواش من اللعبات المميزه جدا ان انت تقدر تقعد تتمرن لوحدك. يعني ممكن تلاقي ولد صغير كده داخل الملعب بيقعد يعمل 100 ستريت جنب الحيط 100، وبعدين يعمل 100 الناحيه الثانيه، كل ده تمرين فبيعمله لوحده. فهو الوقت بالنسبه له ان هو يدي للتمرين ويبقى عنده صبر ويبقى عنده جلد على التمرين بيحقق نتيجه. وبعدين بقى بيتفرج، خلي بالك بص الفرجة على الناس اللي احسن منه، مستويات احسن منه طبعا، ولعيبة اكبر منه زي في الالعاب العالمية لما المصريين بيتفرجوا على نجوم العالم الكبار مثلا، فبالتالي انت النجوم قدامك في نفس الملعب اللي بتتمرن فيه في الاندية المصرية، فشايف التصنيف كله على قائمته مصريين وهم معاك. وعندنا ميزة كمان انه الولاد الكبار اللي هم الابطال ما بيستجبروش ابدا يلعبوا مع الولاد الصغيرين. يعني لو بيشجعوا، لو واحد ماشي كده في نادي الجزيره بس عمرو شبانه ماشي وتلاقي ولد صغير يقول له تعالى العب معايا، يخش ياخد مضرب ويلعب كورتين معاه كده. يعني يقول لك انا لعبت النهارده مع عمرو شبانه ضرب معايا كورتين، ويضرب معاه السيلفي في الاخر مثلا ويخش خلاص كده على التراك. طبعا طبعا طبعا. فكل اللي انا بحكيه لك ده انا عايز اقف هو الجمله اللي بيكون اولياء الامور هو البطل الحقيقي. في المتابعة ومتابعة أبنائهم وتشجيعهم، ولا في المتابعة والصرف؟ الاثنين. أنا مش أكذب عليك، لعبة مكلفة فعلا جدا. ليه بقى؟ بص بس احنا برضو
عندنا ثقافة الدروس الخصوصية. الثقافة دي سيطرت علينا في الرياضة بقى برايفت في كل النواحي يعني. فأنت إيه يا ستي ابنك بياخد جرعة تدريبية مناسبة. لا أنا عايزاه ياخد برايفت مع فلان. طب يا ستي يعني خلي بالك أنا في مرة من المرات مامة بطل كبير قوي دلوقتي كلمتني قالت لك كابتن عاصم ابطال توأم اخوات ماشي كمل يا كابتن عاصم انا ابني مش هيجي المعسكر قلت لها ليه يا فندم قالت لي عشان ده تضييع وقت قلت لها ازاي بس قالت لي بص انا عامله له برنامج وهو البرنامج ده هيروح يجيب لكم بطوله العالم ويجي قلت لها بص كلام كبير ابنك لو ما جاش المعسكر مش هيسافر ده نمرة واحد نمرة اتنين لو حضرتك البرنامج بتاعك ده كويس خلاص تعالي تعاقدي معانا وخليك انت المدير الفني فضحكت وقالت لي انا متاسفه اصل هو لازم يذاكر بس ده حب زياده يعني بالظبط يعني حب برضه بالظبط لكن ما انا بقدر ان الاولياء الامور بيحبوا اولادهم ده طب شيء طبيعي لكن انت برضه موجود في اتحاد وعندك مدير فني ومدير فني بيقول تعليمات لازم تتنفذ فالقصه دي قصه لازم ازاي تحققها فلازم تكون عندك حزم طبعا حقيقه طبعا أنا يعني في رؤيه من حضرتك وتواصل مع الابطال واسرهم وكل حاجه لكن برضو الناس اللي بتشوفنا بتقول لك ما احنا نفسنا في الاقاليم يبقى في نفس للقصه دي حتى لتوسيع القاعده ممكن بمشاركه وزاره الشباب والرياضه الرعاه وانا عارف ان حضرتك خبير في ده وليك فضول في ده واضفت في الاتحاد في الرعايه والامور دي اختلفت برضو بشكل كبير لكن برضو ما زالت بعيده طبعا ومع مع التكلفه العاليه دي واللعبه اللي تكلفتها عاليه ما نقدرش نتوسع فيها شويه بص انا هقول لك على حاجه مهمه جدا انا اسف الناس شايفه ان اللعبه ملعب مثلا يقول لك ده ملعب مش هياخد حيز هو بص هو في الفتره الاخيره الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه والوزراء القائمين كانوا على وما زال برضه بيسعوا لهذه الاهداف ان هم بيعملوا بنيه تحتيه. يعني انا بشوف انه مثلا في وقت المهندس خالد عبد العزيز عمل كتير قوي يعني ليه ايادي بيضاء على حاجات كتير منها السكواش يعني عمل مثلا في شرم الشيخ مجمع في بورسعيد مجمع في حتت كتيرة اهتم بالبنية التحتية وانا اتمنى ان برضو دكتور اشرف ينهج نفس الناحية دكتور اشرف صبحي لانه سبقهم كابتن حسن صقر برضو كان عنده اسهامات قوية جدا جدا في السكواش فانا بتمنى ان لو كل ما يزودوا لي بنيه تحتيه كل ما انا اقدر اتوسع ليه مثلا ما يعني وفقا للكلام بتقول حضرتك البنيه التحتيه دي توجه فين عشان لو طلع حتى مارس ولقينا بطل نقدر نصرف عليه واهله يكونوا انا شايف ان احنا مش ضروري نتمسك بان السكواش يبقى في كل مكان وزمان يعني احنا شايفين ان احنا مثلا عندنا نموذج جيد جدا في طنطا حصل مهندس فايز عريبي شخصيه محترمه وعنده ما شاء الله اربع خمس اجيال رائعه من الناشئين ناشئات وطلع ابطال تجربه مؤخرا في تراك تاني جدا جدا وفي طنطا وبلد يعني متوسط لا يعني عارف الرياضه فيها ايه كوره بالظبط كوره بس طبعا انما عشان انت تلاقي ولاد يخشوا نادي طنطا اللي هو احد انديه الدوري الممتاز يخشوا يلعبوا سكواش دي حاجه تبقى رائعه جدا يعني انا يعني برضو وديت لهم ملعب زجاجي علشان حاسس انه هناك طفره من اللاعبين طالعه في طنطا فطنطا والمحله كان فيها برضو محله كان فيها لاعبين كويسين جدا طبعا اسكندريه حدث ولا حرج يعني اسكندريه نادي سموحه ونادي سبورتنج مهندس فرج عامر
نادي سبورتنج يعني عارف من الانديه التي تفرز يعني لاعبين بغزارة. مازال حديثنا على انديه الزوات وده امر بس واقعي. بس خلي بالك يعني انت عايزني يعني هقول لك على حاجه. احنا عندنا ملاعب في مركز شباب الجزيره. تمام. ونفسنا ان احنا نعمل اكاديميه والمركز ده بيرتادوا مثلا كل يوم 10,000 طبعا. انا مش عارف اعمل مدارس سكواش هناك. ليه؟ عندهم عوائق اداريه وعندهم نقولها وفي وزير كان راجل بيساعد الفتره اللي فاتت واللي جه برضه وزير متفاهم واداره مركز شباب الجزيره. يعني نقول اللي عندنا ونقدر نساعد. يعني هم حاسين مش حاسين ان السكواش ده ممكن يبقى اكاديميه سكواش تدخل لهم فلوس وتعمل لنا ابطال. ليه؟ لان انا يعني وانا مغمض كده اقول لك يعني انت لو علقت كده بوستر صغير في مركز شباب الجزيره على عمود قلت في مدرسه سكواش هيجي لك 1000 واحد. تمام. يجيك 1000 واحد. دي حقيقه. يعني نادي الجزيره اللي هو جنبه على طول لو علقت نفس البوستر هيجي لك 100. هنا هيجي لك 1000 وهنا هيجي لك 100. بالظبط. ال 1000 دول سهل تطلع فيهم بطل او اثنين او ثلاثة او خمسة. اقل من 50 مينيمم. انا مش اقل من 50. انا مش عايز ابالغ بالامكانيات البسيطه خالص قبل يعني هتلاقي مواهب خلاص دول انت شايف فيهم البطل. انا مش عايز ابالغ لكن انا بقول لك انا احساسي ان المكان الرائع دوت يفرز ابطال في شتى اللعبات. هل فكر ادارته في التوقيت ده شايفها ان بقى مدارس كوره وياخدوا وقت وياجروا ملاعب ويبقى فلوس جايه بيستسهلوا يستسهلوا انما السكواش بقى عايزه واحد مدرب وعايزه فيتنس وعايزه مش عارف ايه. كل ده موجود والاتحاد ممكن يساعد. ما هو كابتن عاصم ممكن حد بيسمع حضرتك ده تقول لي ايه؟ طب ما الكابتن عاصم بيستسهل. ما هو قال كده وما رضيش برضه يقول للناس مره واثنين ويقول للوزاره. انا بستسهل ان انا رحت احنا نوضح برضه خدت ملعب ملك الاتحاد حطيته هناك بلا مقابل علشان خاطر انا بستسهل. كويس جدا. ده انا رحت حطيت الملعب ده طواعيه من حبي في المكان. نرمي بذره. طب انا عملت كده. تمام. لازم التاني يديني ايد يعني يقدم لي ايد. حلو. طيب نقدم الايد ما نقعد معاهم ونقول يا جماعه عايزين كذا وكذا وكذا. مره 10 وبدل الجواب 20. يبدو انك محبط من الموضوع ده. مش محبط، عايز حد يكون جاد وعايز يخلي السكواش موجود. هو ليه مركز شباب الجزيرة وهو مش قضيتنا تحول لقصة تجارية فقط؟ لا أبدا. يعني الشكل أبداً. العام والحديث دايما عايزين حاجة تجيب فلوس. الموقع عايزين حاجة بيفرض عايزين. نفسه الموقع خدم كلنا. أنا واحد من الناس يعني الحاجة التانية أنه هو برضو يعني أكيد التكلفة الاقتصادية بتقول أنه لازم يحقق حاجة كويس. لكن التكلفة الاقتصادية معمولة عشان يحقق أبطال، عشان يحقق ممارسه للرياضه للشباب، عشان يحتضن الشباب، عشان يقدم لك ابطال. كابتن ايهاب انا المده اللي انا قعدتها في اتحاد السكواش اتعلمت ان انا احط هدف واحققه. جميل. بالسياسه. لو انت في اي منشاه مش شايف الهدف فانت مش هتحققه. انا شايف الهدف بس هو صاحب المكان مش شايف الهدف. طب انا مش عارف اعمل ايه. لازم يشوف الهدف زي ما انا شايف. الرساله وصلت. ربما البعض بيتكلم عن يعني الدولار وارتفاع الدولار برضه صعب في اللعبه شويه. طبعا طبعا اذانا كتير قوي قوي قوي، لكن احنا برضه يعني كان عندنا الصبر ان احنا قدرنا نتغلب على الموضوع ده بانه في جهات ساعدتنا. يعني في رعاه تقدموا وحسوا ان احنا عندنا ازمه ماليه. البنك الاهلي، الناس طبعا، البنك التجاري الدولي. دي اعلانات بقى فعلا ايه؟ لا مش قصدي يعني رعاه كويسين بس عمل بس قصدي اقول لك يعني ايه، لم نبذل جهدا كبيرا في اقناعهم. ناس هم الناس نفسهم قالوا يا جماعه انتوا بتحققوا نتائج ويجب ان احنا نساعدكم. شوفوا انتوا عايزين ايه. ده حاجه رائعه طبعا. يعني ما بذلناش الجهد اللي هو انا راجل بتاع ده شغلي يعني طبعا
لكن وعارف الجهد اللي بيتبذل. انا ما بذلتوش يعني. رحنا يا جماعه احنا عندنا مشكله، اتفضل قدم خطتك خد الفلوس. عشان انت منور وماشي على تراك حلو، وفعلا يعني 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 اللي ليه واللي ملوش لما بيتفرج والسكواش خلاص سمعته وشكله وعنوانه معروف. ما هو اكيد. وبعدين انا عايز اضيف لحضرتك حاجه نورت السكواش اكتر، هي يعني تكريمات سياده الرئيس في الفتره اللي فاتت. اه طبعا انا دي كنت بشوفها انها بتحط سبوت معين. الولاد اتبسطوا طبعا جداً. بتحطك في سبوت معين، فبالتالي الوضع اختلف لشكل السكواش حتى من المواطن العادي بقى شايفه في حته تانية. بص احنا الحمد لله الولاد عشان بيسافروا كتير فالمناسبات متكرره، وهم الحقيقه بيبذلوا جهد كبير جدا ورائع، فالنتائج دي لما بتعلن بيقول لك الولاد دول عاملين لنا شكل كويس، عاملين لنا شكل كويس. فالتكريمات بتيجي بقى نتيجه ان ايه يعني، يعني انا يعني من الحاجات اللي بسطتني جدا، رئيس السيسي كان في الصين وكان في بطولة الصين بتاعة السكواش، فقالوا له في ولد كسب كلمه هو هناك. حاجة رائعة طبعا، يعني حاجة بتخلي لك يعني، يعني أنا لما أحط نفسي بدل اللعيب ده أنا هموت نفسي بكرة طبعا، يعني أعمل رسالة واضحة. أه؟ ووسط كل المشغوليات دي يبقى فيه اهتمام. ده قالوا له خلي بالك في ولد من عندك بكره هيكسب البطوله عشان ده مصري. فطبعا هو لم يتوانى في انه يكلم. حاجه كويسه جدا طبعا، ده حاجه مهمه وشفناها في اكتر من لعبه بصراحه. طبعا واهتمام طبعا طبعا مهم جدا من سيادتك. انا بلاحظها طبعا عشان أضاف. دي اللعبه اللي انا مسؤول عنها، فببقى حابب قوي ان انا يعني يعني شايف الصدفه الرائعه، ف يعني شايف رد الفعل كمان السريع، فعجبني يعني حقيقه. عاصم خليفه اللي الاصابه ما كملتش يعني ما خلتوش يكمل حلمه، هل كان في حد معين في اسرته في اولاده في شكل معين شايف انه ممكن يمشي على هذا التراك؟ والله بص انا لعبت على مستوى الناشئين وما كنتش البطل، يعني عمري ما خدت بطوله، بقيت نمره واحد، كنت بخش دور الثمانيه بالكتير، لان انا كان شويه وزني زياده، بس انا كانت ايدي تقيله يعني واشول، فكان طول الوقت يعني. وبعدين بحب السكواش، انا ما لعبتش اي حاجه تانية غير سكواش من وانا عندي 8 سنين. ما يعني حبيت السكواش ليه؟ يمكن في التوقيت ده ما كنت في التوقيت ده يعني ما كانش منور خالص. هضحكك يعني هضحكك على حاجه، انا والدي الله يرحمه كان بيلعب تنس، قال لي انت وزنك كده تخين تعالى العب تنس. فروحت التنس قمت بلعب كوره كده، قمت لعب وقعت على الارض، الناس ضحكت. فانا اتكسفت قوي. فقمت ماشي في النادي لغايه ما لقيت صوت طرقعه جامد قوي. ماسكين مضارب برضه؟ لا ما شفتهمش. ما كانش في ملاعب، فالطرقعه دي فين دي؟ جايه منين؟ لقيت ناس بتلعب في اوضه مقفوله كده، قلت كويس قوي على قدي، عايز اخش على قدي، مش عايز حد يشوفني وانا بقع. بس فوقعت في غرام هذه اللعبه. حتى والدي يقول لي اما كان يسافر يقول لي اقول له هات لي مضربين سكواش، يقول لي ايه سكواش ديت؟ ومضربين ليه؟ اقول له عشان اللي يلعب معايا هدي له مضرب يلعب. بس فطبعا ما لعبتش غيرها يعني. دخلت الملعب ده ما طلعتش. وبعد العمر ده وانت رئيس الاتحاد والانجازات الكبيره، شايف ازاي نحافظ على التراك ده؟ شايف امتى اللعبه دي رغم الكلام الفتره اللي فاتت كان كتير عليها تدخل الاولمبيات، ايه الجهود اللي بنعملها؟ لان احنا لو اللعبه دي دخلت معانا الاولمبيات هتفرق معانا بشكل كبير جدا. طبعا هو بص احنا عندنا السنه دي الجمعيه العموميه لاتحاد السكواش سنويا بتنعقد. تمام. السنه دي في اكتوبر هتنعقد في مصر. يعني هم قالوا لنا احنا عايزين تبقى عندكم. تمام. احنا بنتوقع ان شاء الله يعني ان يكون عندنا فرصه في 2024 في باريس. سكواش تكون دخلت اولمبياد ان شاء الله. ليه؟ لانه خلي بالك البلد اللي بتلعب فيها الاولمبياد بتلعب دور كبير قوي في انها تجتذب العاب جديده. تمام. فرنسا
من البلاد اللي بتصرف على السكواش كويس، يعني زينا كده. احنا مش بنصرف على سكواش كويس بس، لكن عندنا ابطال سكواش، عندنا ابطال سكواش. لكن هم عندهم دايما في اهتمام، اهتمام وناشئين وكل ما انجلترا. لا انجلترا اقل في الاهتمام. لا 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 لا, لا, لا. رغم البطولات اللي بتقام في انجلترا، بص بطولات علشان يعني يحصل فيها مثلا مكاسب ماديه، انما ما فيش ابطال انجليز يعني على القدر الكافي. لكن في اهتمام بالبطولات فيها ماشي، ده اتحاد انما ما فيش ابطال، يعني يعني هم مش مهتمين بالناشئين في انجلترا بالدرجه الكبيره يعني. لكن فرنسا مهتمه جدا، احنا كل بطوله ناشئين نروح نلاقي، ده قاعده يعني، نلاقي اولاد من فرنسا بيلعبوا جامد وبينافسونا. ففرنسا عندها اقرب المنافسين. بالمناسبه اقرب المنافسين لينا في اللعبه دي مين؟ بص هي الخريطه بتاعت السكواش بتتغير كل شويه، يعني ما هي الثابته. يعني ممكن اقول لك امريكا جايه عندها لعيبه كويسه، شرق اسيا جايه عندها ماليزيا وسنغافوره وهونج كونج، في لعيبه كويسه جدا. كل كده كام سنه يطلع من المكسيك، اكوادور، حد يخش تراك ويطلع واحد يخش واحد كده ملوش حل يعني، ويخش ويطلع يعني. ف اوعى تفتكر ان الناس هتقعد تتفرج علينا واحنا قاعدين نكسب كده. لا طبعا طبعا، الناس هتحقد علينا جدا وهتتضايق مننا جدا، وهتقعد تقول لك المصريين دول ايه بقى اللي هم ماسكين لي كل حاجه في السكواش، ايه حكايتهم، وهيقعدوا بقى ايه يطلعوا اجيال ويزقوا الاولاد. وده طبعا بيحصل جدا يعني، بيحصل طبعًا في كل حته يعني. انا زملائي، انا ما سافرش كتير يعني، بس زملائي لما بيسافروا باخد منهم انطباعات ان الناس متضايقه من العيال ولادنا. اقول لك ده محتكرين فوق وتحت إيه إيه ورجال وسيدات إيه وناشئين يعني. سيبوا لنا حاجه، كان في زميلي اشرف قناوي، مهندس اشرف قناوي، كان مسافر في بعثة الهونج كونج، فبيقولوا انتوا ايه 20 واحد جايين ليه 20 واحد؟ انتوا ليه يعني جايبين 20 واحد يعني؟ طبعا خدنا قشينا طبعا بتاخد المراكز الاولى كلها، نمسك الخشب يعني. الحمد لله الحمد لله. فقال لي ربنا يزيد ويبارك، قال لي اصلا الناس بتبقى بصلنا على اننا جايين ناخد الميداليات ونروح. فده بيحصل يعني. فدي الخريطه اللي بتختلف بالذات برضه لما بتبقى دوله عامله بطوله ونفسها اي حد من طبعًا عندها يخش يعني في المراكز. بس مش هنسيب الحاجة، مش هنسيب ان شاء الله، بس يعني هنسيب. احنا عاذرينهم بس. لا مش هنسيب يعني تحت اي ظرف الظروف، مش هنسيب ان شاء الله، مش هنسيب. لكن حضرتك متوقع في الجمعيه العموميه اللي جايه في شهر 10 يبقى في كلام، وتبقى يعني باريس 2024 دي بدايه ان شاء الله. ليه؟ لان فرنسا هتعمل بريشر جامد. اللجنه الاولمبيه في فرنسا هتلعب على الكروت اللي هي بقت فيها، تقدر تعمل حاجه. لا يعني هيبصوا هيقول لك ايه، والله اصل احنا لو دخلنا السكواش عندنا في ولد ممكن ياخد ميداليه. طب يبقى ندوس على السكواش شويه كويس. اما كنا في طوكيو، في طوكيو من كام سنه، الاتحاد الدولي السكواش غلط. طب يا عم انت دلوقتي طوكيو جايه، امسك ولد كده ياباني وننفخ فيه شويه عشان يقولوا ده الواد ده جايز يجيب لنا ميداليه. كويس، ما حصلش الكلام ده. انما احنا هنعمل كده ان شاء الله في فرنسا. طبعا هنخبي شويه عيال كده يعني نسيبهم يعني، نسيبهم برضو إيه؟ عشان ونعرف نقطفهم بعد كده يعني، ده لازم. فطبعا انا يعني بص اللي انا بقوله لك ده اللي هو السكواش، خلي بالك لثلاث دورات سابقه كان على وش القفص يعني يخش ويحصل. أول حديث يعني انت السنه المره اللي فاتت مثلا ازاي ياخدوا الواحد تزحلق ويسيبوا السكواش؟ حاجه يعني كم واحد في العالم بيلعب الواحد تزحلق؟ بالظبط، حاجه يعني برضو يعني مش طبيعيه. برضو الرعاه والمعلنين طبعا، فلوس والدول برضو اللي بتستضيف برضو يعني هي لعبه في الاخر برضه لازم ليها ضغوط. لا هي بص لازم اللعبه تكون تلفزيونيه، وده دلوقتي الاتحاد الدولي بيبذل كل الجهد انها تبقى تلفزيونيه تبان كويس يعني. ده يعني ما تزعلش مني يعني، او انا مش عايز حد يزعل. اتفرج على ماتش تنس انت بتستمتع بيه، اتفرج على ماتش سكواش انت برضه
بتقعد عينك تبقى نفسك تشوف الكره الصغيره دي قوي. لا هم دلوقتي بيحاولوا يكبروها شويه يخلوها لونها ابيض. النقل برضو التلفزيوني يختلف فيها. الكاميرات تبقى فلاتر مش عارف ازاي. فكل دي كلها حاجات من شأنها تعظيم ان الرؤيه تبقى جيده بالنسبه للسكواش. اتحاد دولي السكواش يعني يبدو كده ان هو مركز قوي. هيركز. هو الحقيقه مركز حاليا. يعني هو جاب شركه كبيره شركه علاقات عامه. دخلت كان لها تجربه ناجحه في الاولمبياد السابقه. وقالوا بص احنا عايزين ندخل واحنا حاولنا بكده وفشلنا. فادوها فلوس كتير. فزي ما عملتوا مع اللعبه دي اعملوا معانا. ففي يعني جهد علمي وجهد كويس جميل يعني من كل الاتجاهات. السكواش يعني خريطه البطولات المصريه بقى واحنا اسياد العالم كده. الخريطه دي كافيه ولا البطولات في مصر لازم تزيد شويه؟ بص انت لو بتتكلم على النشاط المحلي احنا عندنا حوالي 18 بطوله في السنه. ده رقم شكليا كبير. ده لا هو كبير لان انت لما تتكلم على الاولاد الناشئين يعني عنده بطوله ونص شهر. فده هيذاكر امتى يتمرن امتى؟ يعني ما عندوش وقت يتمرن وده في خطوره. ما عندوش وقت يذاكر وده طبعا ده في خطورتين بالبيت المصري. فطبعا انت ايه انت محتاج عندنا في الاتحاد في لجنه مسابقات ابتدت تعكف على انها تعدل في نظام المسابقات بحيث ان احنا نخلي اللاعب يلعب مثلا ايه 8 بطولات 9 بطولات. جميل. علشان خاطر ويبقى عنده نفس المستوى. طبعا. علشان خاطر يحقق. ويبقى عنده وقت ويلعب ويتمرن. فدي وبعدين النشاط المحلي عندنا قوي جدا. قوي جدا يعني انت يعني خلي بالك احنا عندنا في صحفيه انجليزيه بتيجي تغطي النشاط المحلي. عايزين يعرفوا سر الخلطه برضه. بتيجي مخصوص. تيجي تبص على الولاد تقول لك بص ده في ولد جديد طالع تحت 13 سنه ده في بنت طالعه تحت 13 سنه تقعد تصورها وبتاع هي بتاخدها على انها ده بالنسبه لها حاجه يعني فوركاست جامد يعني انها طبعا تحس ان البنت دي قالت عليها من سنتين والبنت بطلت عالم فطبعا دي بالنسبه لها طبعا فالصحفيه دي ما جاتش هنا عندنا هباء لا هي طبعا جايه بتقول لك ده اقوى نشاط محلي في العالم فانا جاي عشان اغطي وتشوف التجربه في سكواش سايت يعني ده موقع مهم جدا من اهم المواقع اللي هي يعني تقريبا الاهم في ان هو تقرا عليه سكواش يعني شايف ان الاعلام المصري مش مدي السكواش حقه مفيش الاهتمام الكبير زي ما بتقول كده في صحفيه انجليزيه جت غطينا يعني وممكن ما تلاقيش جنبها قاعد صحفي واحد او صحفيه واحده هي مصري بتتابع نفس التغطيه. انا جاي من مؤسسه صحفيه يعني انا طول عمري في جريده الاهرام طبعا مؤسسه العريقه. الاهتمام بالسكواش بياخد كيرفات يعني. الكيرفات مبنيه على ايه؟ مبنيه رئيس التحرير ده بيحب السكواش ولا لا؟ رئيس قسم الرياضي ميول شخصيه يعني ما فيش حابب الكابتن عاصم ما فيش حاجه بيحب عاصم حابب لعيب عاصم ممكن جدا يعني بيقول لك عاصم ده يعني هو اكمنه من الاهرام يعني هنقعد نكتب عليه حاجات كده يعني مالهاش علاقه ببعضيها انما بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ عاصم اعتقد أنا المواقع الالكترونيه بتهتم جدا دلوقتي ما هي كل الصحف ووسائل الاعلام بقى ليها مواقع الكترونيه كان عايز اقول لحضرتك يعني احقاقا للحق البطولات الكبيره والانجازات اللي بيعملها لعيب السكواش بتخلي الناس كلها تجري وراها وبقول لحضرتك الخريطه بتتغير بشكل كبير تكريم سياده الرئيس لعيب السكواش خلى حتى الاعلاميين والاعلام يهتموا بالشكل الكبير في رسائل بتبقى واضحه ما هو عارف يا ايهاب بص انا يعني مكسوف اقول لك او محرج اقول لك ان احنا الحقيقه الحمد لله فرضنا نفسينا على عجباني الكلمه يعني على الموقف عجباني مش عايز الناس تفهمني غلط بالعكس مش قصدي بالعكس زملائي كلهم حبايبي الصحفيين والناس كلها دول
يعني احنا محتاجينهم. لكن انا شايف ان في حاجه اكبر بتشدهم اللي هي كوره. لكن ما يمنعش ابدا ان انا ابقى يعني اخد سلايس كده صغير موجود والله. يعني مش 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 عايز اكون طماع، لكن انا يعني ما ينفعش اخد بطوله عالم في الهند اول تاني تالت رجال وناشئين، اول تاني تالت ناشئات، بطل العالم فرق، محدش يكتب خبر في اي جورنال. حاجه برضو يعني مزعجه جدا برضو يعني. ربما الاتحاد ما بيبعتش النشره بتاعته، يعني بنقول في بعض الناس بتكسل، الاتحاد نفسه ما بيبعتش النشره بتاعته. ازاي يكتبوا على التتر وما يكتبوش في الجورنال؟ يعني ممكن بيحصل تجاهل. يعني بص انا مش زعلان، انا مش قصدي مش زعلان يعني، بالعكس هي رساله رقيقه. يعني انا بحس ان انا حقي بيجي لي كاتحاد. يعني هقول لك على حاجه. لما الشيخ راشد، محمد بن راشد، بيكلم واحد هو بيعمل جايزه، بيكلم واحد صديقي بيقول له الجماعه المصريين عاملين في السكواش. اولا الامارات دي ما فيهاش سكواش، فيها سكواش عشان فيها شويه ناس انجليز بيلعبوا. تمام. بيلعبوا كده عواجيزي كده وخلاص بيتسلوا يعني. وانا نفسي اجيبهم في الاتحاد العربي مش عارف. تمام. سيبك من الموضوع ده. فبيقول له جماعه دول لازم يتقدموا عشان ياخدوا جايزه، دول اكيد هياخدوا جايزه. فالراجل صاحبي ده قال لي عاصم انا عايزك تقدم في جايزه الشيخ محمد، عشان انا حاسس ان هو معجب جدا بالسكواش المصري. فانت يعني الراجل ما بيقراش جرايد طبعا ولا ده هو بيسمع شايف وشايف طبعا. فدي حاجه يعني، دي حاجه يعني عارف، دي لوحدها ما تنايمنيش من الفرحه. طبعا ما تنايمنيش من الفرحه، بقى سعيد جدا طبعا. يعني بقول لك يعني مش عايز اقعد نتكلم في موضوع الاعلام ده كتير، لكن زاويه برضو قدمت رساله رقيقه جدا للاعلام، لانك يعني واحد من اسره الاعلام. بالظبط. يعني انا مش عايزهم يخصصوا مساحات، انا عايزهم معلومه مش طالب كتير، بولت كده يعني، معلومه بس حاجه صغيره يعني. استاذ عاصم خليفه رئيس حاجة سكواش، الوقت معاك بيمر سريعا، لكن لو حضرتك عايز تضيف اي حاجه او تقول حاجه ما قلناهاش. لا والله متشكر لدعوتكم دي قوي قوي. انا اولا يعني النادي الاهلي بالنسبه لي بقول لك انا نادي لعبت فيه مده طويله، وانا سعدت بيه، وانا بشوف المنظومه بتاعته حتى في السكواش زيها زي الكوره، زيها زي الهاندبول. اللي بيعجبني انهم بيبقى عندهم سيستم وعندهم طريقه، والطريقه دي بتولد ابطال، وبيساعدوني كاتحاد ان انا الاقي ان عندهم السيستم ده اللي هو نفسي ان هو يكون موجود في حتت تانيه كتير. انما انا من دايما المعجبين بانه يعني شايف مجمع رائع في سكواش في النادي الاهلي، شايف مدربين احسن مدربين في مصر، النادي الاهلي لا يبخل. لانه وخلي بالك النادي الاهلي برضو عمل حاجه كويسه قوي، هو بيعوض فتره كان ما عندوش ملاعب فيها. كان الملاعب كانت زمان اربع ملاعب او ثلاث ملاعب، تأدوا حصل مشكله مع المحافظه ومش عارف ايه كده، لونج ستوري يعني. لكن بعد كده نجح انه يعمل المجمع ده. المجمع ده اكيد هيطلع ابطال لا حصر له ان شاء الله. ان شاء الله. فبتمنى ان دايما النادي الاهلي يبقى عنده ابطال سكواش كما عودنا من قبل يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عاصم خليفه شرفتني ونورتني. متشكر جدا. شكرا جدا لدعوتكم الكريمه. شكرا لحضرتك. أكيد لسه مكملين، وأكيد عندنا كلام كتير جدا لأننا في الأهلي الليلة، وأكيد عايز أروح لزميلي محمد سعيد. شكرا لك زميلي إيهاب الخطيب، والشكر موصول أيضا لضيفك.